على مرة تزهال أيام نفرح بها ما دابينا لو كانت دوم نطمع فيها وساعات أخرين يتبدل الحال ظلام وظلمة يتغير اللون العقل والحكمة تصبرنا على المحال على حساب النية الحيلة الغينة والمحبة والأنانية كيفاش كبرنا وتربينا ما لقيناش كيما تمنينا ما هيش كيما حبينا تكون صافا اختي ريحتي شويه ما تخافش مروان راني مليحه اسمحي لي اختي نفض ديالي لا لا خويا شويه حما ودك تروح لا لا لازم نديك للطبيب ما كان له ما تعيش روحك لازم نديك اختو كش ما يصرى لك على بالك يسمع بابا بلي مرتي وما ديتكش للطبيب كباب لي حوزني من الدار عنده الحق خوك انا ثاني ولا راني مقلقه عليك صح ماما صح هما لا روح انت نوض الكروسة ودرك انا نوجدها لك روح اقصب اي بنيتي يا اخي تقدري تمشي شوي هذه ما تكون قكاش عين مش مليحة هاي بنيتي وزعما يعيط لك مانيش عارف
بصح حتى ولا ما عيطليش، انا نبقى مورا حتى نعرف مع من راهو يدور. خوك هذا يحب بزاف المشاكل. معليش يما، مهما يكون راه خويا. انا راني خايفة عليك انت منه. ما تخافيش، انا نعرف مليح كيفاه نجاه. دخل خش روحك. نقول لك انت صح وليد علاوة. هو وليد وردة، وردة على حساب ما يحكي لي عليها باباك، تحب صلاحة وتحب وليدها برك. انت تهلا في روحك. تهلا فينا ربي. نجيب لك تفطر واجد. ما بطول تحت ناكلو كيف كيف. اني نستنى فيك مال. يا سلام. مروان حبس كيما راك، ميطرة ما تزيدهاش. صح. الشابة الزينة ديالنا ما تتقلقيش، شكون هذا اللي راح يدنا الوردة كيما بحالك؟ مروان خلاص ريحي ما تقلقيش، شنو قلت لك للدار ما تريحي. هذه ماشي طريق الدار، مروان يا كان اختك خلينا نبطلنا خلينا. سريحي والله عمر روح يا روح عمر خلاص لا 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 استنى ما بيا والو. روح عمر شو تغشى تطان درك تفطن ما بيا والو. يا ربي سيدي حتى البراعت ما بطش ركبها ولا وش عي ميت على شيبي ولا وش. هالو مروان قايم خير وش كاين؟ اياه لا 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 دبر راسك، سمعت ولا ما سمعتش؟ دبر راسك، هضر كل حاجة لازم تحصلني فيها ولا وش؟ كيف هذا؟ يا ابني وين تكركرني أنا للسبيطارات وين؟ خلاص خلاص درك نجي درك نجي الله درك نجي. الطفل هذا خلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الطفل كان نخطيه خلاص جيحته ولا هبلته ولا عنده الحق بويو. يا ربي يا ربي ربي. Je suis très contente de vous trouver enfin, professeur. Vous étiez en déplacement la fois passée, me semble-t-il. Quoi qu'il en soit, j'espère que je ne vous dérange pas. Vous n'avez pas beaucoup de travail? Non, 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 pas du tout. Au fait, j'ai reçu votre dossier médical. Oui. Mais là, je ne vois pas votre patient.
Non, je vous explique, professeur. Ce patient-là, c'est pas un patient, c'est mon cousin, en fait. Et on s'est perdu de vue depuis l'accident, donc je n'ai plus aucune nouvelle. بالعقل. على بالك أني سويدات. أي شخص يقول لك أي كلمة عندها علاقة بالقضية راح تفيدنا بزاف. وشي اللي حكاه لنا أخوك هو المفتاح اللي راح يخلينا نعرفوا الأسباب الحقيقية والدوافع اللي خلت المتهم يترصد لأخوك. وانا كي جبتك لعنده باش تسمع منه كيفاش صار الحادث بالضبط. هو حكى لي وحكى لابوليس، بصح انا راني متاكده بلي راك حكمت في يدك الخيط الاول من القضيه. تعرفي الخيط الاول شنو هو؟ هو التقرير تاع التحاليل اللي دارهم المتهم في الليله اللي دار فيها الاكسيد. اسمحي لي. نعم عيسى، اي معايا، هيا صح انا جاي. الموكل ديالك يسقسي عليك. على بالك راني وجدت بعض الاسئله اللي من خلالها نعرف الطريقه اللي كيفاش تم بها تزوير الامضاء او اجباره على الامضاء بطريقه او باخرى. صح. انتي ماشي اخت مريم؟ لا لا بعدوني. اتهدني وش بيك؟ علاش هكي خايفه؟ واش راك تهدري عشوائي؟ اختي معايا اختي. يا طبيب ما كان والو. هذه لا جوزيما وهذه اختي. على بالي. عائله الدكتوره مريم. احنا هماي. ما نروحش معكم للدار. انا حابه نقعد هنا حتى ترجع مريم. دوك يديروا لك تشيكه. ما تخافيش راكي في الامان. بابا بابا علاش راك خايف هكذا؟ قول واش لازم تقول لي وخلاص. قول. على بالك يا بنتي في مسير حياتي كلها عمري ولا عرفت الراحة ولا الاطمئنان ولا الهنا. مع يمك حملت العيش معها وصبرت يا بنتي، صبرت على جالكم باش ما تضيعوش يا بنتي، باش ما تضيعوش. لو كان تفرقت معها كنت تضيعوا، تفسد حياتكم، نضركم ونضر نفسي.
منظر نفسي. سمحي لي يا بنتي، سمحي لي إذا أثرت عليك بكلامي هذا. عندك ولاد مع المرة الثانية؟ بابا أنا اللي يهمني تكون مهني، هذا مكان حتى واحد أخرى. هذه يما وما خيرتهاش أنا، بصح نحبها ولازم عليا نحترمها ونخاف عليها خاطرش يما. عندك الحق يا بنتي، عندك الحق، والله يكملك بذكائك وبعقلك واحترامك وطاعتك لوالديك. ياك ما راكي زعفان عليا. المفروض الأم هي اللي تكون حنين على أولادها، والحمد لله ربي حنين وكريم وعوضنا بك. هيا بابا وش نقول لك، ربي يهديها إن شاء الله. إن شاء الله صحة جابرك. وشنو هي يا بنتي؟ علاش ما تحبش أشواق؟ حكاية حكاية واحدة أخرى يا بنتي. المهم المهم أشواق أختك، بنتي، بنتي من لحمي ودمي، والله علي شاهد، والله علي شاهد يا بنتي. أوه وين وصلت؟ ها؟ آه لا 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 لا، راني كنت نحوس في 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 قلت وين خليت لاليست اللي عطاتها لي اختك اشواق، خفت ما على باليش وين درتها، خفت لو كان نروحوا للدار وما نجيبلاش الحوايج اللي كانوا في القائمه، خفت تنوى تزعف عليا. واعر انت بابا، واعر بزاف بزاف، دورت الهضره معليش ما جاوتنيش بابا. على ماش شال عندك من ولاد مع المرة الثانية؟ مع المرة الثانية عندي يا بنتي ولد واحد ويخدم جمركي في الأدوان، اسمه حمزة يا بنتي، اسمه حمزة. بابا ما نزعفش بشرط. اي واشنو هو بنتي؟ لازم نتعرف عليهم، لازم نعرف هاد المرا هادي اللي رجعتك هكا مهني. تعرفي يا مريم يا بنتي، هاد المرا مرا طيبة ومليحة ومتفاهمة لوضعيتي وعاونتني بزاف، عاونتني بزاف يا بنتي. المرأة اللي جات للسبيطار ديك الخطرة صار على بالك؟ صار على بالك من ذاك النهار، من نهار وما قلتي لي ما سقسيتيني انتي تاني. بابا ما عنديش الحق انا نحاسبك، اللي يهمني انا يا بابا لهنا ديالك هذا مكان. الله يهنيك يا بنتي، الله لا يوري لك سوء، والله يحفظك ونعزك
بنتي نحبك. أشواق واللي ما عندوش بنات ما عرفوه كيف مات. الله يخليك لي يا بنتي، يا الحنينة، يا العزيزة. هيا درك هيا كولي 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 يا بنتي كولي. بسم الله. مادام انت راك متاكد باللي هذيك هي لا سيناتور ديالك والمخبر تاني اكد لنا هاد الشيء، ما تكونش مديت على كاش اوراق بلا ما تقراهم. لا 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 ما مديتش، عمري لا مديت ورقه حتى نتاكد واش فيها ونفهم واش كاين. وبالك كنت مزروب. ما رانيش قادر نتفكر مليح، بصح انا الحاجه اللي ما دخلتليش في راسي كيفاش جا الامضاء ديالي في ورق كيما هادوما اللي قادرين يبصيوني. وما راكش تشك في كاش ناس تعرفهم يقدروا يخدعوك؟ علاقتي بالناس مليحه، ما عنديش عديان. لا لا انا ما قلتش اعداء، بصح والساد اللي راهم حابين يلصقوا لك التهمه باش يبعدوك ويخلى لهم الجو. ويدادا كيما حيرتني بالاسئله ديالك هادوما، بصح انا الحاجه اللي راهي في راسي ما كاين حتى واحد يكرهني للدرجه انه يلصق لي تهمه كيما هاديه اللي دخلني للحبس وشوه لي بالسمعه ديالي. عيسى لازمنا نلقاو خيط هو يوصلنا للحقيقه. ما نكذبش عليك، ادله كامل راهم ضدك، وزيد الوقت ما راهوش في صالحنا. لقيتو اسماء اش ما لقيتو اماكن؟ راني نعصر في مخي ما صبت والو. اسكندر خويا كاين نقطه مهمه بالك راحت لكم، كيفاش حتى وصلت الاوراق هذه اللي عند الشرطه؟ انا ما فاتتنيش، سقسيت وقالوا لي بريه من عند مجهول، فعل خير. على كل حال كاين طريقتين اللي يقدروا يوصلوا بها الاوراق، اذا عن طريق البريد تقدر يطالبي بالظرف باش نشوفوا الختم الباردي ونعرفوا من اي منطقه جات، ولا عن طريق اليد لازم نعرفوا شكون استلمها. المهم هي اي حاجه تفيدنا. انا حبيت لو كان عيسى يتفكر كش ما كانوا ناس في حياته ومن بعد ما زادوش بانوا. انا نروح راني عيان. انت راك مطول هنا اسكندر، مش بيك راك مدوخ. نهار هذا يبدا، انا مازال عندي خدمه. خلاص كي تكمل نجي نلحقك خويا. ما تشقيش روحك، يجي احمد يدي. السلام عليكم. سلام. هذاك هو، انا تاني نروح الكوميساريا ونشوف طريقه تسليم هاد الاوراق. معليش عاودي ولي لهنا ان شاء الله، بعض النقاط لازم نناقشوها معك. اوكي، فيما يخص القضيه ديالك. صحه. والو يا يما، السيد جاي يهضر معاك، كانت حشمانه برك. كيف هذا كنت حشمانه برك؟ على بالك ملي راك راح تبصينا؟ ها؟ احمد ربي لي الطبيب هذاك جاي يعرف اختك مريم، هاكا جاب لنا لابوليس، ماشي نعرف شوفي قال لي وقلت لك قال لي وقلت لك، لا 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 انت. يما ما زيديش انت، انا مانيش مليح. يا وين راك رايح؟ وين رايح ومخليني؟ ها انا قول حابني نبصي معاها وحدي.
ان شاء الله تموت الطفله هذه وانتهينا منها. خان انت بروان ويلي ويلي على شلبي ويلي ويلي راح ينبصوني هذو. ما تخممش يا اخي خو اسكندر راه معاه. انا قلبي عمره ما كان مهني من جهته بصح الحل وين راه؟ الكلام تاعك خوفني. يحب يقول وليدنا هو الظالم. اذا كان خاطئ ما عنده علاش يخاف، بصح الا دارها بيدو يحلها بسنة. ديش كنت برك يا خي ودات كانت جايه وعيطوا لها من السبيطار قالوا لها خوك جادي عليها الحال وتاني حاب نخرج نشري شويه حوايج الايمن. اه راح ناكل حاجه ونديك وين تحب. اسمع يا خي تبعد عندنا اليوم برك تا كنت جيت انا مزود مرتي تحاوزني من بعد. اسمع كلمه كبيره هذه. قولي راني جبت لك شويه معلومات على هذاك القرنيط. هاي مازال عندنا ليل كامل نحكي لها القرنيطي. Thank you.
مريم واش بيك؟ واش كاين؟ هضري تكلمي. هيا هيا لهنا احكي لي واش كاين؟ أيمن انا من اسكندر. ادي صاشي هذا البيت وروح قيس حوايجك على بالي بلي يعجبك هكذا باش كي تروح عند ماما غدوه تفرح بك. يعطيك الصحة من اسكندر. بلا مزيه بلا مزيه. إيما من وقتاش قاعد قدامي و تعرف دهم من الدنيا علي من خمم يا وليدي غير عليك وعلى أخوك. واش عندي في هاد الدنيا غير باباكم نتوما في زوج؟ عندك ربي يما سبحانه ورحمته واسع لا اله الا هو. وراني متاكد بلي خويا عيسى راهو مظلوم. هذا الكلام قولوا لباباك تعب وتعبني معاه والحق يقصر ولا يطول يبان. يولا بك على بابا أنا نهضر معه. مريم أوه ما نصدقش ما نصدقش بنتي أشواق هكذا. لا لا والله ما نصدق والله ما نصدق. خلاص بابا كلمة شوية يخي اللي بعت لي الميل هذاك ايه؟ دوك نعيط له نتأكد معاه. حيت له حيت له بنتي وتأكدي معاه حيت له الو انا عم سفيان. الو واش هاد الحكايه هادي؟ مانيش نفهم واش راك تقول. بصح ماك تقولي والو اشواق علاش راهي في السبيطار؟ وشنو اشواق في السبيطار؟ صحه صحه سفيان صحه صحه بقى على خير صحه. اشواق بابا لازم نروحو. بنتي في في السبيطار؟ هذا ما يكون غير غير خوك مروان كاش ما دار لها غير هو هو الحقار هو. حسابي معها كبير حسابي معها كبير. معلاش هكذا يا مروان يا وليدي معلاش ياك اختك علاش هذا الظلم علاش هذا الحقرة علاش هذا الضغينة وهذا الكراهية يا وليدي وعلاش يا أختك لازم تدافع عليها وتكون تكون حنين معاها. انت يا تظلمها يا مروان يا مروان يا وليدي نخاف ندعي لك بالشر
يا وليدي يا وليدي نقول لك كل من طار نزل وكل من سمن هزل وكل من طغى ينشل وكل من ظلم ينذل هذا قضاء الله في الكل هذا قضاء الله في الكل هذا قضاء الله في الكل سامحيني يا بنتي سامحيني سامحيني يا بنتي مريم أشواق حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل وقيل لازم نروح ولا إما لا نروح نروح على خاطري يا مريم بنتي ما هوش مهنيني خاطري ما هوش مهنيني خاطري على أخوك كنت أخوهم يا وليدي قولي لهم بلي انا ما درت والو قولي لهم بلي انا خاطيني انا خاطيني تحبني عيسى انا نكرهك نكرهك أنا خاطيني وش بيك غير الخير وش بيك خلعتنا يا محمد ما بيا والو بابا استغفر استغفر شاهد شاهد استغفر شاهد هاي استغفر الله اسمع لك تعيط يا طفل هاي هذا القضية ارقد وليدي منك قلت لك بعدني
على القرية بديك عرشي المرأة يا ربي تخلصينا الرانيا الو مانيش قادر ايش قادر نبوجي يا اخو دبر راسك شوف كيفاش دير دبر راسك صح